بخير. مسكينه راه جايه. ديك هذه عبديه ولا ذكريه؟ مخلطه ذكريه مسكينيه. ها مرحبا. الو السلام عليكم. يا مجلس. واك داير محمد خويا بخير؟ الله يحفظك. واك داير السوق اخويا؟ انا السمية ديالك. ايه عبد العالي التاقي. عبد العالي التاقي، سعد علي بغا ناخذ شي حولي. مرحبا. قلت لهم بغا شي حولي بشي ثمن يكون مناسب ماشي. ثمن مناسب. على قد الحال كاين ابتداء من 2000 درهم. الحولي ب 2000 درهم. 2000 درهم ابتداء من 2000 درهم. مزيان العائله وليدي. الحمد لله جوج الناس ثلاثه الناس مزيان لي. وكاين حولي عاوتاني حتى 6000 درهم 6500. لا ولكن انا موصلني باش ناخذ حولي سردي. سردي. قال لي بنادم بني مسكين وداك الشيء. كاين موجود. تورينا شوف. واخا جيب لي شي خروف صغير 2000 درهم. الحمد لله الثمن متناول الخروف ديال 2000 درهم كيف ما كتشوف راه هو هذا. شنو هو هذا؟ هذا خروف شنو الحليب؟ شحال يكون عنده؟ هذا تكون عنده تقريبا واحد 7 اشهر. 7 ديال الشهور. هذا عائلة بسيطة. عائلة بسيطة على قد الحال بلاد انسان لا كان قانع وداك الشيء راه هذا الخروف كافي. هنا في البطوار القديم الحي محمدي السردي كيتراوح الثمن ديالو ابتداء من 2000 درهم. 2000 درهم بالنسبة للنادم اللي بغى يعيد ودرويش وداك الشيء راه 2000 درهم. كما كتشوف خروف الحمد لله بخير صحة جيدة وخروف زوين في المتناول ديال ذوي الدخل المحدود. واخا تعطينا الاثمنه ديال الخرفان. شفت العين حنا دابا حيت هنا كتعرف كنبيعوا بالكيلو ولكن غنعطيك الكيلو حتى هو باش الناس يعرفوا الثمن ديال الكيلو. الثمن ديال الكيلو كيتراوح السردي ما بين 55 درهم حتى 54 درهم والثمن ديال البرقي ما بين 47 حتى 45 درهم. بالنسبه للماعز الثمن ديالو كيدير 45 درهم وكاين البرقي حتى هو كيدير 47 45 46 درهم وكاين البقره كيتباع معايا كيتباع بحال ما هكاك واقف. ما فيش العبار. لا بقر غليظ ما عندك كيفاش تعبره. وقول لي هاد الوقيته اللي حنا فيها دابا السابعه واش كاين شي اقبال؟ الحمد لله ابتداء من يوم الجمعه بداو كيقبال الناس الكليان بداو كيجيو كيرسموا خروف ديالهم كيعطي العربون ديالو كيمشي بحال هاتو وكنتمنى من الناس انهم يجيو ويشريو الاضحيه ديالهم من حد باقي الوقت لا يوقع المشكل اللي وقع العام اللي فات. العام اللي فات غيوقع مشكل وغيكون غيكون واحد غيكون طالب اكثر من العرض وكيوقع مشكل الا كان طالب اكثر من العرض كيوقع مشكل وكترتفع الاسعار. هنا كيبان لي البقر السعر. هنا عندنا البقر حتى هو الثمن ديالو تقريبا كيتراوح ما بين 9000 درهم حتى 15000 درهم. مثلا هاد لا 9000 درهم للعجله. 9000 درهم للعجله حتى 15000 درهم. انت مثلا هاد جوج عجلات هادو كيديروا 15000 درهم للوحده. هادو ثنيات. 1000 درهم للوحده. مليون ونص ثنيات. هذه الثنيه هي عندها عامين. عندها عامين وبحال لا كانت تسمى هزه حولي فوق ظهرها ما تحتاجش انك تذبح معها حولي. حيت دابا الا درتي ثنه الحليب خاصك تذبح معها حولي حيت ما دايزاش في العيد. ضروري تذبح معها حولي. هذه هزه حولي فوق ظهرها. يعني كتاخذ هذه الثنيه بلا ما تذبح معها حولي دايزه مكمله عامين ديالها صافي دايزه في الذبيحه ناضيه. واخا قول لي واحد الفرق ما بين الالوان بان لي هنا شي حمار شي ابيض ولا كيف الفرق ما بين هذه وهذه؟ هذه وهذه كتسمى كروازيه. كروازية مخلطة ما بين الرومي والبلدي كروازي. هذا الحمار هذا كيكون مخلط من الشاروري وبومنيار هذا الصفر وكاين هذاك الحمر اللي هو بقر بلدي 100%. الحمر بقر الحمر اللي ملي راه واش اللون ديالو راه مختلف على هذه الصفرة. هذا هذاك بلدي 100% وكاين البلجيكي. ها هي هذه كتسمى عجلة بلجيكية. وقفها وقف هذيك اللي ملي. ولكن السيد علي بنسولك على سؤال واش هذا البقر كيف ما كيقولوا واش بيو ماشي زعما داك البرا وداك الشيء اللي بالنسبه لهذا البقر اللي كتشوف هنايا هذا كامل بيو باستثناء هذيك البلجيكيه. واش الفرق هذا واش لا ماشي فرق هذا بقر ديال التلقيح ماشي زعما كاين كتقولي برا زعما كاين باش يسمان ولا شي حاجه. هذا غير الطريقه ديال التوالد ديالو كتكون بالتلقيح عوض ما كنجيبوا عجل وتكون عمليه التزاوج بينه وبين البقره لا كنجيبوا برا اللي فيها سميتو كتلقح على حساب الراس اللي بغيتي انت. بغيت عجله بلجيكيه كنجيب كنجيب الماركه اللي قلت لي مزوقه هذه. هذه كتسمى بلجيكيه هاي دور عندك. هذه بلجيكيه. هذا بقر كروازي اللي من اللي هي بقر بلدي. كاين طلب على البقر بحال. لا الحمد لله الحمد لله السبت والحد كان طلب اننا بعنا تقريبا واحد 15 عجله في السبت والحد. وملي كتبيعوا العجله كيفاش كديروا لها المعامله مع الناس؟ ما تقدرش ديها لا كيدير لها النمره ديالها
كناخذوا واحد الرقم اللي هو ديجا عند العجله هذاك الرقم ديال ديال لونفق ها هو كيف ماشي هذا الرقم ديال لونفق كنقيدو كنقيدو في البول كيعطي العربون كيعطي العربون ولا يخلص هذاك الشيء ما عندناش حنا مشكل كيقيد كيدي البون ديالو حتى نهار العيد ولا نهار قبل العيد كيجي يدي العجله ديالو هذه هي اللي قلت لي بمليون ونص هادو بجو هادو بثلاثه مليون ونص خواتات مليون ونص اه لا هادو ما زادو يلا جاو من السوق البارح هادي تقريبا كدير واحد مليون و 300 الف فرنك يعني ما كاينش الفرق ما كاينش الفرق يلا على حساب الوزن كيف ماشي هادو راه كبارات شويه هادو راه غلاضات هادو قل منهم شويه غير بالعين غير بالعين نشوفوا الحوالة مرحبا مرحبا الحمراء اش نقول لك الحمراء البرقي البرقي هادي الحمراء هذا هو النوع اللي كيتسمى البرقي البرقي هذا العام الثمن ديالو كاين اختلاف في الثمن ديال البرقي كاين هذا البرقي الغليظ كيدير الثمن ديالو 47 درهم البرقي الغليظ كيدير الثمن ديالو 47 درهم للكيلو علاش حيت قليل في السوق وعليه الطلب وكاين البرقي اللي هو رقيق يعني 55 كيلو لتحت الثمن ديالو كيدير 45 درهم ولكن الريحه الريحه ولا هذا في السمر بحال زعما راسو احمر ولا اخر راسو بيضو شنو الفرق ما بين الفرق درناه حنا المغاربه حيت الحاولي السردي كيما كنقولوا كتوفر فيه الشروط ديال السنه ينظروا فيه سواد ويمشي فيه سواد وياكلوا فيه سواد هذا هو اللي خلى الثمن ديالو يرتفع ورغم ان الحمراء النوع ديال البرقي ولا عليه اقبال في السنوات الاخيره يعني اقبال كثير كثير ولينا كنجيبوا الحمراء اكثر من السردي كيف ماشي عندي الحمراء غليظه هنا وعندي الحمراء رقيقه في محل اخر هاد الحمراء غليظه هذه مثلا هاد الحولي هذا الناس باغي يعرفوا شحال الكيلوات ولكن هذا شحال يدير تقريبا هذا تقريبا غيدير 56 كيلو هذا يعني بشحال الكيلو قلتي هذا مثلا كنبيعوها حنايا ب 47 درهم نقص علينا شويه راه كنقصوا علينا حنا ناقصين على مرجان جوج دراهم مرجان داير 49 درهم حنا ناقصين جوج دراهم علاش حيت كيجيو درهم مرحبا حنا درهم كنتفاوضوا بيننا وبين الزبناء درهم كنحيدوها ماشي مشكله بقات غير الدرهم نقص علينا الناس درهم نقصوها ان شاء الله مرحبا وكاين حتى السرديه الغليظه هي اللي فيها مشكله هذا العام السرديه ديال فوق 100 كيلو والفوق المشكل انها قليله والناس باغينها بزاف سردي غليظ قليل في السوق الناس كيقلبوا عليه ما كاينش كيف ماشي راه عندي غير واحد الحولي تما كبير وهذا شو عازلينهم تما هادو عازلينهم ديال مواليهم كيجيو كيقلبوا عليهم ما كنخرجهمش كيبقاو هنا عندنا كليان ديالنا كليان ديال ماشي ديال مواليهم كليان ديالهم مصينا كنجيبوا له الحواله ديالهم كنعزلوهم على الغنم باش حتى واحد ما يشري كيبقى ليه سمعوا الناس راه هو واحد الكراج وسد عليهم سد عليهم بوحدهم قلت للدراري هادو حتى نصيفطكم شي واحد غايقول لك تبيع لي حولي يتبيع لي حولي ولكن لا لا جا شي واحد بالثمن اللي هو راه حيت غالي في السوق خاصك تعرف الكيلو هذا باش خدينا حنا هاد الحواله هادو باش كيتقاموا علينا حنا حنا خايدينهم ب 50 درهم للكيلو نتوما كتاخذوا 50 درهم اللي تشوفوا الحسابه وبيع وشري وتاخذوا 50 درهم للكيلو حيت ما كايناش في السوق انك مضطر انك تاخذ وتجيبوا الكليان ديالك علاش على قبل العام الجاي هذا العام هو غتصور معاه 5 دراهم ولا 6 دراهم في الكيلو راه ما قاديه والو كيف ماشي الصير ديالو والماكله ديالو ما قاديه والو 5 دراهم ولكن مضطر انك الكليان خاصك توجد ليه السلعه ديالو اه ضروري كيجي عندك كل عام باغي حولي ديال 120 كيلو خاصك تجيبوا ليه واخا تعرف تشد غير فلوسك زائد ان البطوار القديم انت خديتي عندي هذا الحولي مثلا انا درت ليه النمره ديالو وقع مشكل هذا الحولي نطقوا حولي اخر مات اشنو غندير انا كنتحمل المسؤوليه كنشد حولي دي مثلا هذا فيه 60 كيلو كنشد حولي ديال 60 كيلو كندير ليه النمره وديجا كنكون صورت هذاك اللي مات باش ملي نجي كنقول ليه شوف اخويا حولي راه مات خديتي 60 كيلو ها 60 كيلو اخرى ما تضيعوش زعما في كيلو ديالك 4 ريال ما تضيعش شي لا ما كانش الحولي وكانت 4 كيلو 5 كيلو زايده كنحسب عليه هذه هي الثقه اه ومهني من الحولي ديالو حتى تصبح العيد شي صعب علي ملي كيجيوك الناس بغيو يتقداو من غير الحي محمدي وهنا لنا واحد اللي قريبه عين لا قلت لك بان جاو ناس من الناظور تقداو من هنا من الناظور جاو تقداو من هنا بعث لهم ربعات الحواله وداوهم في كونغو من هنا حتى الناظور كيجيو الناس من الرباط كيجيو من كاليفورنيا درب غلف المعارف سيدي معروف مديونه يعني المغرب نقدر نقول لك الدار البيضاء كامله كتجي للبطوار القديم ديال الحي محمدي لانه معروف تقريبا راه من 1912 ولا ما عرفت سميتو عليه وهاد الكواله كاينين هنا ديجا كانوا في كراج عدلان قبل ما يجيو لهنا بغيت نسولك واحد السؤال اذا جات بنت زعما جايه من الديار الاوروبيه وجايه باغا تقدم ما تزيدش عليها زعما تقول راه لابسه الساكوس لا بالعكس هاد البنت هادي روميه لا بالعكس كاين شي حاجه اكثر من الخليجي اللي كيجي يتقدى وكنحسبوا ليه الثمن ديال الناس
كيجيو ناس خليجيين معايدين كيجيو تقداو كنحسبوا لي الثمن ديال الناس كنزيدوا عليهم ما والو. وانت شنو كيعجبك ملي كتسالي مع المبيع ديال الحوله وكيدوز واحد المده ديال اللي يفوت العيد وكيتلاقى معك؟ انا اللي كيعجبني هو نهار ثاني عيد ملي كيعيطوا لي الناس حيت اللي بعد كنعطي النمره ديالو كنعطي كارت فيزيت كيقول لي الله يرحم الوالدين راه داك الحولي داز معتبر، ولا كيجي عندي العام الجاي بحال دابا كيجي كياخذ حولي اخر كيقول لي ما عندي ما نسالك حولي داز معتبر رائع. قلت له هادشي اللي كنبغيو، علاش لا خديتي عندي حولي غتجيب معاك العام الجاي ربعة الناس ولا خمسة اخرى؟ حيت في الاول حنا شحال كنا كنديروا ديال الغنمي هنا، كنا كنديروا 100 200، دابا ولينا كنبيعوا 1400 1500، علاش؟ حيت المعامله مع الزبناء والجوده. البطوار القديم معروف بالجوده، البطوار القديم الحي المحمدي كامل، ماشي نقول لك غير عندي، الناس كاملين هنا كيعتمدوا على الجوده. الله يحفظك. نمشي نشوفوا المحل الاخر. مرحبا السردي. مرحبا صاحب الحولي. هذا الحولي زوين؟ هذا الحولي زوين كيف ماشي، راه مبيوع. هادو غنم ديال الناس اللي ديجا بعناها كيف ما كتشوفها انت، جيتي على كيف ما كنقولوا على غفله. هاك الشيء الماكله موجود، ها المق الحمد لله، خاصك كنتهلاو فيها اكثر من الغنم ديالنا، حيت السيد عطاك رزقه ودار فيك الثقه، خاصك تهلا فيها اكثر من الغنم ديالنا. هادي سرديه مايان كتراوح الوزن ديالها ما بين 65 حتى 80 كيلو. سرديه مايان الوزن 65 حتى 80 كيلو. هادي سرديه كنقولوا حنا رقيقه، الوزن ديالها كيتراوح ما بين 40 كيلو حتى 55 60 كيلو. اغلى حولي عندك هنايا؟ اغلى حولي اش غنقول لك اخويا؟ اللي بعتي واللي لا، اللي بعت اغلى حولي بعته تقريبا غير البارح، بعته ب 4700 درهم غير البارح. اغلى حولي 4700 درهم. راه السوق حولي زوين، يمكن لي نوريه لك. بعد الناس فين كيعرفوك؟ اش من المدن اللي كيعرفوك فيها الناس؟ السواق مثلا؟ خريبقا بني مسكين، الجمعه ديال القيسر والحد ديال البروج، عندك الحد ديال ولاد عبدون، وعندك الاربع ديال القفاف. تقريبا هادو اسواق رئيسيه، زائد الاربع ديال الفقيه بن صالح. باش خلي الاصل زيد قول لي، بغيت تجبد لي انا عبده. عبده كنمشيو للسبت، كنمشيو للسبت كزوله، كنمشيو لزيمه، كنمشيو للثلاث ديال بوكدره، كندورو تقريبا جميع الاسواق. ولكن الاسواق اللي حنا معروفين فيهم وكنتعاملوا عندنا معاملات مع الناس تما بزاف، لانه يقدر يطلقك ب 100 ولا 150 ديال الحولي. عندك 150 حولي بلا ريال بلا جوج، حتى كيسالي العيد عاد كتجي. كيف ما حنا الناس كيتيقوا فينا هنا كيخليو عندنا الحولي ديالهم ويعطيونا فلوسهم، حتى الناس حتى حنا تايقين فينا وحدين اخرين وكيعطيونا الحولي، حتى كنبيعو كنديرو فلوس. دابا اللي جينا الصراحه حنا بيناتنا دابا ما يسمعنا حتى واحد. مرحبا. اشمن مدينه اللي عندها الحولي السردي واع؟ واعر في المغرب قيسر، جمعة قيسر. جمعة ديال قيسر بني مسكين.